مين ده؟ محضر، أحوال شخصية مستعجلة. محضر؟ خير يا باشا. خير. خير ايه؟ الهام رفع دعوة مستعجلة عشان ترجع البيت في فترة العدة. ايه ده؟ فايتر قوي الست دي. هو ده من حقها اصلا؟ انا جنايات مش احوال شخصية. يا عم ما تسألك محامي. بس خد بالك لازم يكون محامي شاطر. انا راجع البيت. راجع البيت ايه وده وقته وهتسيبيني لوحدي؟ ما انت بدأت لوحدك. ايوه بس انا دلوقتي محتاج لك. طبيعي انك تبقى محتاج لي، ما دام كل الدنيا باظت قدامك، واللي انا حذرتك منه جالنا في وشنا، اقعد لك اعمل لك ايه؟ نتنايل نشوف حل. ما انا قلت لك ما دخلتش كلية حقوق يا بيبي. شوف لك محامي كويس. الو؟ ايوه يا روحي. الحمد لله. معقول؟ اوكي. الو يا شربيني، بقول لك ايه، هو المحامي اللي انت قلت لي عليه ده كان اسمه ايه؟ حصل ايه؟ حصل عوق يا اخويا، انت مش فقرت؟ اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك يا متر. انا اسف يعني، حاسس ان انا عملت قلق. لا يا حبيبي، ده انت شرفتني. عاده ما بستقبلش حد في بيتي خاصه انه شغل، بس شربيني قال لي اني عندك حاجه مستعجله. ربنا يخليه، ده شربيني بيشكر بحضرتك جدا. شربيني ده هو انتوا اتقابلتوا ازاي؟ في البوكر. ايه بوكر؟ بنلعب مع بعض في بارتيتا واحده. حلو. طب احكي لي، الحظ عامل معاك ايه؟ لا مية مية الحمد لله. هو شربيني ما حكالكش حاجه خالص؟ لا حكالي، بس سقط شويه معلومات في النص عشان ما يلطش نفسه معايا. قال لي انك جبت واحد يشتري الفيلا، بس ما قاليش ان هو الواحد ده. انت ما بعتش قبل ما تطلع لي؟ عشان تاني يوم كانت هي رايحه تصرف الشيك، الموضوع كان هيتكشف. اه صح. طب ليه ما اتفقتش وظبطت كل حاجه واستنيت على مدتها؟ ما انا يا متر ما كنتش مخول. يعني اعرف منين يعني ان هي هتلزق لي في البيت زي الخازوق بعد الطلاق؟ انت لازم تبيع في اقرب وقت عشان الورثه والمشاكل والحاجات دي زي ما شربيني قال لي. يعني هو الصراحه موضوع الورثه ده كده وكده. الحوار ده كنت انا اللي عامله عشان اخوف الست يعني. هو يجيب كام؟ هو مين ده؟ اه البيت يعني؟ يعني ممكن يعمل له 30 32 حسب التساهيل يعني. وحلاوته كام؟ انت تؤمرني، ده انا عناية ليك. يعني نقول 200 ألف كويس؟ ايه بتضحك ليه؟ بتشرب ايه طيب؟ لا مش عايز اشرب حاجة، عايز اعرف بتضحك ليه؟ 200 ألف جنيه يا طالبي، بيت ب 30 مليون حلاوته 200 ألف بس؟ ده السمسار حلاوته 10%. لا 10% ايه يا عمنا؟ لا 10%، لا لا خليها قاعدة بقى 3 شهور لحد ما عدتها تخلص. ال 10% ايه؟ سلام عليكم يا عم. اهدى بس يا دكتور، ما يبقاش طلقك حامي. ما يبقاش طلق حامي، ايه اللي بتقول 10%؟ 10% ايه؟ 10%. اسمعني يا دكتور، الثلاث شهور دول لو انت استنيتهم والمدام راحت لمحامي شاطر وبيفهم زيي مثلا، البيت ممكن يرجع لها. ولو انت محظوظ هتدخل بقواضي سنين، عشان انا متأكد من غير ما اشوف ان ورقك بايظ. ومفيش ولا مؤاخذة حد بيدفع 30 جنيه مش 30 مليون في حاجة عليها قواضي ورقها بايظ. انت محتاج تبيع البيت في اقرب وقت. ايه اللي في دماغك؟
خرج الست دي من الفيلا في أقرب وقت بطريقة ملهاش علاقة بالقانون، وأظبط لك ورقك البايظ وأساعدك تبيع البيت كاش أول ما الست تخرج. وتخرجها إزاي يعني؟ لا برضو؟ ما تقلقش يا دكتور، أنت مع صبح العلاف، يعني اللي ما بيخافش يخاف. حر، اعمل انا عايزه. وتخلصني. لسه بفكر. طب ولما انت لسه بتفكر حضرتك جبتني ليه دلوقتي لما انا جايه النهارده ملهمه؟ مش تقولي هي لو كانت في التليفون كانت هتبقى اسهل، بس قعدتك قدامي صعبت عليا شويه. يا رب نخلص من جو الفوازير اللي هو حاططنا فيه ده. مصلحه يا دهب، بس هتطول معانا شويه. بس في ميزه إن المصلحة المرة دي حلال. ضحكتني والله يا صبحي. هو في نصب حلال وأنا معرفش؟ الجواز هو اللي حلال. مبروك يا دهب. أنا لقيت لك العريس المناسب. نعم. افتحي بقى. افتحي. بيني. افتحي. مختفي فين؟ بقى لي نص ساعة واقفة بالدرينك بتاعك، خد. عامل لي كده دهب عليا الويسكي لسه جوه من ساعتها. ما تخبط عليه. خبطت قاعد تقول لي ثواني ثواني وبعدين بطلت ترد. انت ما بتردش عليا ليه؟ قشطه خلاص بقى، يعني ما تروح تعمله في المطبخ. انا مش مشكلتي الجاكيت دلوقتي، انا بس ان الوقفه هنا بقيت عايز اخش الحمام فعلا. ما تفتحي بقى كده كتير، بقى كده كتير والله. طب تفتكر دي يعني عايزه تشد جوه ولا ايه يا ماما؟ افتحي يا حره، افتحي. افتحي يا ارنب بقى كده كتير. سوري. جامدة أوي أوي. إيه يا عم أنت بتلم نفسك في إيه؟ في إيه عادي، أنا بقول فاكر. صح يا شيكا، مش أوي جامدة؟ أهو أهو معايا. والله يا شيكا؟ أوكي. طب هنعمل إيه؟ هنكسر الباب ده ولا هنخش إزاي؟
صدقني انت وليه ما عندكيش دم. انت فاهم ان انت كده كسبتي يعني؟ بالعكس انت اديتيني فرصه ان انا استمتع تاني وانا بطردك من البيت ده اما تخلصي شهور العيد. اللي هي عملته ده يا عم الحق اعمل اي حاجه. انا هعمل ايه يعني؟ جايز ممكن نخفف الزحمه من الباب شويه ممكن؟ هي مين دي؟ طب حد فيكم يعرفها؟ يا شباب كان جت من شويه مع كوري بس هو مشي تقريبا. انا شفتها بره مع كوري. طب ممكن تكلموا كوري تشوف مين دي؟ طب ممكن بس بدل ما نلعب لعبه هي مين دي في حد هنا دكتور؟ بسمتك انا عازم دكتور هنا عندي ليه؟ منطقي. طيب هاتوا اي حاجه نربط بيها ايديها، قطنه او شاشه او اي حاجه. خلاص انا هبعت البواب دلوقتي يجيب. بواب ايه؟ هاتوا اي حاجه من بره. طب يا جماعه هنعمل ايه في المصيبه دي بقى؟ معرفش بس احنا لازم نتصرف، لو ما تصرفناش هنروح كلنا في داهيه. يا جماعه حد يطلب الاسعاف. لا بلاش اسعاف عشان الموضوع ما يقلبش رسمي. احنا نربط لها ايديها ونوديها على المستشفى، لو الموضوع كبر مننا نسرسب بقى من هناك. خلاص اشتا يا عم انا هطلب لك اوبر دلوقتي. تطلبي لي اوبر ليه؟ عشان برضو ما ينفعش تاخدها كده على الباي. لا اشمعنى انا اوديها اصلا؟ انتك شايف يعني الناس كلها بتمشي واحنا لوحدينا، ممكن تاخدها معاك انت بالعربيه؟ لا لا انا هروح لورا متاخرين. والنبي يا شربيني كلهم بيخلعوا، خدها انت والنبي عشان خاطري وديها المستشفى، بس تسيبليش المصيبه دي في البيت عشان خاطري يا بني. ماشي اطلبي لي اوبر. بتهزر صح؟ اكيد بتهزر. هو انا من امتى بهزر في الشغل؟ ما هو يا اما اعتبرك بتهزر يا اما اعتبرك مجنون. انت مجنون؟ عايزني اتجوز واحد عشان ننصب عليه صبحي؟ فين المشكلة؟ المشكلة ان احنا عمرنا ما اضطرينا ان احنا نتجوز عشان ننصب. لكل مقام المقال بقى. خلاص بسيطة. يبقى نجوزه لك انت. انت اولى بالجوازة دي. اسمعيني بقى يا دهب. العمليات اللي كنا بنعملها بملاليم. إنما العملية دي بملايين. ومعروفة لما المكسب بيزيد الريسك والتضحيات هتزيد. واشمعنى أنا بقى اللي تضحي بيا يا أستاذ صبحي؟ أوعى تفتكري إن أنا هسيبه يتجوزك بجد؟ أمال إيه بقى؟ هتقول له بنضحك عليك؟ هو مش الجواز ده بيبقى فيه مأذون وشهود على الجواز؟ طبعًا. في مأذون وشهود وكل حاجة. بس من غير تفعيل، ورق بس. أنا مش هخليه يمسي شعراية منك. غير كده خليه يشوف حد تاني يغورها له من الفيلا. وافرض بقى إن أنا وافقت على الهبل والجنان اللي أنت بتقوله ده. واتجوزت الواد وغورت له كمان الولاية من الفيلا. أنت بقى إيش ضمانك إن أنت هتعرف تنصب على الواد؟ وتلهف منه الفيلا كالعادة. لا دي حتتي أنا بقى. ما تحطيهاش في دماغك. ولا أنت ما بقيتيش تثقي في صبحي العلاف. هو أنا أصلاً ما كنتش عشان أبقى. ما بتثقيش فيه اوكي، بس انت بتثقي في نفسك وبتحبي اللعب، وانا كل اللي بعمله اني بعليلك ليفل اللعب. دوريها في دماغك كده هتلاقي نفسك حابه تلعبي. الفيلا دي يا دهب بتتقدر ب 30 مليون واكتر. فكري فيها بالهداوه ونتكلم بعدين، بس اعملي حسابك ان لازم نتحرك بسرعه عشان الواد ده لايص ومش عارف يروح يمين ولا شمال. وانت موافق ان انا اعمل كده؟ ده شغل يا دهب. هو في احلى من الشغل. Thank you.
بقول لك ايه؟ الست وصلت وانا مش عارف اتعامل. ما تتعاملش. استنى لحد ما عروستك الجديده تشرف. طب ولو اضطريت؟ لا 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 لا. اياك تنجر المشاكل. طب ما تبعت لي صوره البنت اللي هتجوزها كده عشان اخد فكره. تؤمرني. تحب ابعت لك مقاطع؟ والله انت وذوقك. بص يا طروق، انت فاهم غلط. احنا هنا بنشتغل. يعني مفيش مجال للكلام ده. هي مصلحه وهتخلص. لو انت عايز عروسه ابقى خلي الست الوالده تنقي لك. بقول لك يا عم صبحي ما تضيقش عليا، الله يكرمك، انا مش ناقصك. طب من غير ما نطول على بعض يا طارق، البنت دي شريكه زيها زيي، يعني مش واحده جايه من الشارع. تشوف صورها من عدمه مش هيضيف لك اي حاجه. تمام، بس يكون في معلومك بقى ان انا ما بحبش اتساق وطريقتك مش عجباني. المهم شغلنا يعجبك. تصبح على خير. وانت مش من اهله. خايفه. ما ينفعش اموت. سميش اموت. بقالك ساعة ونص بتعملي ايدك، اما تيجي تعملي رجلك قولي لي اساعدك عشان نشاهل شوية. لا شكرا. لا شكرا ايه؟ بقول لك ايه؟ المساعدة؟ هاتي، مفيش حد هيعمل حاجة. ايه كوكي الجو الفاكس ده؟ ده انت حتى ما سألتنيش انا جيت ليه؟ من امتى في بينا الكلام ده؟ من ساعة ما سبتني في الورطة اللي اتعكيت فيها وخلعت يا اختي. ما انت اللي عكيت نفسك بنفسك. ايوه بس برضه يا كوكي يعني ما ينفعش تسيبيني لوحدي كده. هو انت كنت حكيت لي حاجة من الأول؟ انت خططت وعملت كل حاجة بنفسك. خليك مع نفسك بقى. لا ما انا يعني مش مع نفسي قوي يعني دلوقتي الصراحه. يعني ايه؟ يعني لما القريب سابني وخلي بيا اضطريت الجا للغريب. خليه ينفعك. لا ما هو مش هينفعني يعني. مش هينفعني وهو هيجوزني. نعم. صلي على النبي واهدي، مش كل ما اجيلك الجيران ييجوا ونعمل فضايح، انا هفهمك كل حاجه. هو مين ده اللي هيجوزك يا طارق؟ محامي. يا رحت المحامي وحكيت له الحدوته بالاول للاخر، قال لي الحل الوحيد يا طارق عشان تخلص من الموضوع ده انك تتجوز واحده وتقعدها مع ايلام في البيت لحد ما تزهقها وتطفش. وانت صدقته؟ لا ما صدقوش ليه يعني؟ تعرفه كويس يعني؟ ولا اعرفه، بس شكله يعني بيقول كلام موزون. اه وهيجوزك مين؟ معرفش، هيجوزني واحده من طرفه. هتتجوز واحده لا عمرك شفتها ولا قابلتها قبل كده؟ في ايه يا كريمين؟ وانا رايح اكون اسره؟ يعني جوزني اي نيله معديه في الشارع هتجوزها عشان اخلص من الهام. ما تباركي بقى عشان الجوازه تبقى حلوه. باركي بقى، خلي المصلحه تمشي. هقول ايه؟ مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا اختي. شاكرين يا حبيبتي، شاكرين. لسه صاحي؟ مش جالي نوم. ايه ده؟ ده دم؟ في ايه مالك؟ انت وقعت من على البايك ولا ايه اللي حصل؟ امال ايه ده؟ فهمني. لا لو وقعت كان زماني جيلي كول. يبقى اتخنقت في الزفت القمار بتاعك. لا برضه ولا ده ولا ده. انا كنت في هاوس بارتي عند هاديه وفي بنت عورت نفسها. خدتها ورحت بيها على المستشفى. مكسوف يعني تقول ان هي قطعت شرايينها؟ انا مش مكسوف، انا قلبي مقبوض. اصلا دول الحقوق في المستشفى كان زمان يلبس. خلاص بقى ما تضايقش نفسك، مش عدت على خير الحمد لله. انا بتخانق معاك كتير وما بيعجبنيش تصرفاتك، بس انت واد جدع واحسن من العيال اللي تعرفهم دول كلهم، وما يستاهلوش اصلا ان هم يعرفوك. انت ايه اصلا مصحيك لحد دلوقتي؟ اصل كنت عند صبحي النهارده وقال لي على الحوار بتاع طارق ده. انت مالك ومال حوار طارق؟ عاوزنا اتجوزه عشان يرجع. عاوز ايه؟ هو صبحي اتجنن؟ ازاي يطلب منك غير ما يرجع لي؟ في ايه يا عم؟ انت محسسني ان هو جواز بجد؟ هو قال لي الفكره وفي الاخر القرار قراري. جد او مش جد، في الاخر ده جواز ودي مش لعبتنا. عندك حق انها مش لعبتنا. انا اصلا مش عاجبني اللي صبحي بيعمله ده، هو قاعد على الشط واحنا زي السمك في الميه. المره دي جواز، المره الجايه هنخطف طياره. انا ليا كلام تاني معاه بكره. انت بتفكري ازاي اساسا؟ يا عم هي ورقه هتتكتب دلوقتي وبعدها بشهرين ورقه زيها،
ونقفش ونطير. نلعب اللعبة نبقى جوه اللعبة. لا خليكي فاكرة اللقطة دي. في ايه شفتي عفريت؟ ولا هتقعدي تتنفضي بقى كل ما اعدي من جنبك؟ لا لازم تاخدي على ان في نفس غريب معاكي في البيت. بصي لي طيب، ولا خايفه تقعي في الرذيله؟ ولا مش طايقه تبصي في وشي؟ صراحه انا كمان مش طايقك، بس للاسف يعني شكلنا لابسين مع بعض شويه فلازم نهدي اللعب. خلاص رجع لي بيتي من غير لعب خالص بعد كده. بيت ايه يا امو بيت؟ صدقتي ان هو بيتك ولا ايه؟ وانت يا وليه عشان ضحكتي على الراجل الغلبان واتجوزتيه شويه في اواخر ايامه؟ ما طعش عشرتك في تسمات ورستيه بقى بيتك؟ تنسيتي اصلك يا الهام؟ بقول لك ايه؟ انا هديكي نصيحه اخويه. انت اخر كام يوم ليكي هنا في الفيلا قضيهم من غير مشاكل، ها؟ لحد ما عدتك تخلص، تلمي هدومك في شنطه لطيفه وتفرقي. ولا اوحشك؟ والله شكلي اوحشك. شكلك يعني كنت مصدقه وعايشه في الدور وفاهمه ان احنا متجوزين بقى ونعيش مع بعض سنين. انت غلبانه غلب. صحيح، بقول لك ايه؟ في شويه تغييرات هتحصل هنا في الفيلا. تغييرات ايه؟ لا بقى مالكيش فيه. انا كويس ان انا قلت لك اصلا ان في حاجه هتحصل. خدي بالك انت مجرد ضيفه هنا وده بيتي وممكن ما اقولكيش، بس انا راجل محترم. قلت يعني اديكي هنت. انت ايه؟ انت وليه جهله ولا تفهمي حاجه؟ قلت اديكي فكره يعني عشان لا تتفاجئي تموتي فيها ولا حاجه. بقول لك ايه، بلاش صينيه بقى، اقلي البطاطس. زهقت من الصواني ها؟ يا صباح الخير يا اللي معانا. ما تقوم تشيل معايا يا ابراهيم بدل ما انت قاعد متنح كده للتلفزيون. انت شايله ايه يعني حديد؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. اهي اعلانات اهي، قدامنا ساعتين. جايبه ايه يا اختي معاكي؟ يكون ايه يعني؟ موز. الله. اللي اختك عامله ايه؟ انت ليه كمان تسال عليها اصلا؟ بس انت وانا عملت لها ايه؟ فضفضت معاكي الكلمتين هي اللي خلقها ضيق. محققها. طب والله العظيم لو كنت صاحي ما كانت نزلت. المتطارد. ريح نفسك يا اخويا، خلاص رجع البيت. البيت اللي هو ايه يعني؟ الله يكرمها اسعاد، كلمت لها فاطمه المحاميه، رفعت لها دعوه مستعجله، خليتها ترجع البيت لحد ما العده تخلص. لعيبه برضه البيت اختك. دخل البيت من غير ما تعمل اي نوش. طب واحنا مش واجب علينا نزورها برضه؟ اغسل التفاحه يا ابراهيم وبلاش قرف، اغسل. اغسل التفاحه؟ ده احنا على الله. سايد 30 سكند فاست جو جو 4 3 2 اند داون. يا غالي هات الفيلم وخش يا هادا. يا ابني انت ما بتحرمش، انت جلدك تخين ليه يا ابني؟ يا عم جلدك تخين فين؟ عم ايه يا ابني؟ الفينو اللي انت طالع رحله عايز ايه؟ ايه يا عم؟ انت مالك يا ايه ايه في ايه في ايه يا ابراهيم؟ مالك؟ الجدع ده مش عايز يدخلني. الزباله ده مش هيدخل بيتي تاني. زباله مين يا عم؟ ده انا خدمتك معايا وانا مضغوط. استنى يعني انت مالكش حق ما تدخلش حد من قرايبي؟ ازاي تقول كده؟ وبعدين ده بيتي برضه ليا فيه اكتر ما ليك فيه. بيتي. خش يا ابراهيم تعالى. اتفضل. خش يا ابراهيم تعالى. ماشي يا الهام، والله العظيم لو اوريك يا الهام. جايلك بقى ايه؟
قطع احمر واخضر وموز وشويه بانيه شويه عيش كده عشان تتعودي. تعيش يا ابراهيم. انا عارف ان زعلانه مني. حقك عليا، ما تزعلش مني يا اختي، انا اسف. ولا يهمك. كتر خيرك. لا كتر خيري، ده كله بخير. انا قلت لك اطمن عليك ان الواد الدبدوب ده عمل فيك حاجه. الواد ده عمل لك حاجه؟ لا اطمن، انا كويسه. لو محتاجه حاجه انت دبيني، اجيب جاري. حبيبي العيال وامهم دول نفسهم يشوفوكوا والله يا ابله. ينوروا. الله يكرمك. وانت كمان نورت. طيب هطير انا بقى يا ابله. مش عايزه حاجه؟ ده بيتك في اي وقت، ده بيتك يا ابراهيم، انت وشهد والعيال تنوروا في اي وقت. الله يخليك، هو ده العشاء. هو ده بيتنا، انا عارف. نيجي في اي وقت. بينا المحاكم يا عم دكر البط. انا دكر بط يا رغيف فين وفاضي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك ايه يا الهام؟ نصيحة يعني، الكلام ده ما يتكررش تاني عشان كله هيجي على دماغك في الآخر، سامعاني؟ لا يا صبحي، ده كده هبت منك على الآخر، إزاي تعمل حاجة زي دي من غير ما تاخد رأيي؟ وأنت مشكلتك إيه يعني؟ إني عملت كده ولا إني ما خدتش إذن سيادتك؟ الاتنين يا عم، أنا اللي جايب لك الزبون ودي أختي. أولاً أختك دي مش عيلة صغيرة عشان تخاف عليها. ثانيا انت جبت لي الزبون ده عشان مفيش حد هيخلص الحوار ده غير صبحي العلاب. صبحي العلاب بس مش لدرجه انك تورطها مع واحد سوي زي ده. جرى يا شربيني، ما تيجي تدورها انت. ده عيل غلبان وفاكر نفسه قارح، وانا فهمته ان الحكايه كلها شغل وبس، عشان حسيته انه دماغه ممكن تسوحه. دماغه تسوحه ازاي بقى؟ يعني طلب صوره العروسه وانا رحت مهزقه اصلا. طب اقول لك ايه، دهب بره الحوار ده. دهب جوه الحوار ده، عشان هي عارفه مصلحتها ومصلحتك انت كمان. مصلحتها، يبقى ناخد بقى راي صاحبه الشأن. ميرسي يا شربين يا اخويا ان انت افتكرتني وكمان بتاخد رايي في حاجه تخصني، كتر خيرك. هو انت ما قلتلوش يا متر ان الفيلا دي تسوى 30 مليون واكتر؟ سيبوا حوار البيع ده عليا. متهيألي بقى ان المصلحه دي لو قعدنا طول عمرنا نتمرمط وننصب على الناس مش هيطلع لنا قد الرقم اللي هيطلع لنا من 30 مليون. يعني انت موافقه؟ بص يا ابني، انا اختك الكبيره ما انكرش، بس احنا الاثنين لينا اخ كبير اسمه المتر صبحي، ولازم نكبر له ونسمع كلامه. عين العقل. سمعت يا شربيني؟ انا بقى زي اخوك الكبير ولازم تسمع كلامي. عيب تلمستك يا متر. شفتي بقى يا شربيني، لو انت جيت اشتغلت معاها في المكتب بعد ما خلصت كليه كان زمانك قدرت تقنعها بوجهه نظرك، بس انت غشيم، والمحاماه ما ينفعهاش غشوميه. بقول لك يا متر، ما تبقاش تنسى تبعت لي صوره عريسي لو سمحت. باي.